في قضية أخرى تأتي ضمن العدل، وهي في الحقيقة مسألة غاية في الأهمية انتشرت في هذه الأوقات فيما يتعلق بقضية صرف الأدوية. صرف الأدوية للمريض، أو مثلا مسألة طلب التحاليل أو الأشعة. أنا طبعا أعرف أطباء كثر يتعاونوا، يعني يتواصلون معي، يشتكون لي أحيانا من الفضلاء الأخيار. للأسف انتشر الظاهرة، سبق أني نبهت عليه، فيما يتعلق بقضية عدم في قضية طلب تحاليل، طلب أشعة، والحالة لا تستدعي ذلك. الحالة لا تستدعي ذلك، هذا حقيقة يعني خارج عن قواعد العدل اللي أمر الله عز وجل بها في كتابه العزيز، وحذر جل وعلا من الظلم، وحذر من الانحراف عن مثل هذا الأمر. ولذلك للأسف بعض الأطباء قد لا ينتبه ولا يقصد، وقد يقصد في قضية مثلا والله طلب أشعة مثلا والمريض لا يحتاج مثلا أدوية زيادة. حتى طبعا بلغني، وإن شاء الله ما تكون مثل هذه الأخبار صحيحة، أن والله بعض المختبرات أو بعض الصيدليات يكون هناك اتفاق بينها وبين الطبيب على أن هناك نسبة، كلما حولت لي مريض فلك نسبة معينة. فقد يوجد بعض الأطباء ربما يغريه مثل هذا الأمر ويصرف أدوية أو يطلب أدوية لا حاجة للمريض فيها، وقد يكون هذا المريض معدم، قد يكون فقير وقد يكون غني، لكن بأي حق؟ بأي حق؟ والله جل وعلا يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. لذلك هذه المسألة حقيقة، إذا كان طبعا المسلم دائما أخلاقه ليست أخلاق موسمية ولا آنية ولا أخلاق مثلا انتقائية، لا، الأخلاق الإسلامية مع المسلم مثل الدم في الشريان في العروق، يعني مثل ما يتنفس الهواء يتنفس الأخلاق، في الخلوة، في الجلوة، في السر، في العلانية، في السفر، في الحضر، في الغيبة، في الشهود، أخلاق المسلم واحدة. ليست قضية والله ما دمت أنا بين الناس أراقب الناس وإذا غبت كذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث يعني تكلم فيه العلماء في مجموعة السنة، لكن قال لما تكلم عن هؤلاء الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أن الله عز وجل قال لأبعثن عليهم فتنة تدع الحليم فيهم وحيرة. والحديث من حيث الإسناد متكلم فيه، لكن المقصود بأن هؤلاء إذا أتيحت له الفرصة ولغ في هذا الأمر الذي حرمه الله عز وجل، وهذا في الواقع لا يليق بأخلاقيات الطبيب الذي يؤمن بالله وباليوم الآخر، ويعلم بأن الله عز وجل سيحاسبه عن القنطار والقطمير وعن الصغير والكبير، ولا يظلم ربك أحد، ولا يظلم ربك أحد. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، من أهم ما ينبغي العناية به هو العدل، تعدل بين مرضاك، أن تعدل لما تأتي تكتب الوصفة الطبية لابد أن تعلم بأن الله عز وجل مطلع عليك، ناظر إليك، يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم سرك ونجواك، ويعلم سرك ونجواك، وتصدق مع الله عز وجل وتصدق مع الناس. والحمد لله الخير كثير في الأطباء، لكن أحيانا قد يخفى على بعض الناس مثل هذه القضية، قضية أنك تتفق مع صيدلية على أن لك نسبة معينة كلما حولت. بأي حق؟ بأي حق الإنسان وقد رزقه الله بوظيفة أو مهنة وراتب طيب وكذا، فيتنبه الإنسان لهذا الأمر.